بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلقت جنة مرث ويقى هفوث تلست ونزال ونسلم في حبيب سيدي ربي محمد صلى الله عليه وسلم. أي ما يسماني هلام سلام ذا مقران في لكم هشنيدكم ذي الرابعة الأمازيغية ذي الحسنكم الحسن الفتوى نتشاخذيس في الأسئلة نيثماثنا غذي سماثنا قلان التسانا غذي القناة الأمازيغية الرابعة أسا إن شاء الله أنو ثلاي في الأسئلة قلان وسنتانا صغركم هذا شخ أسا ذي الأسئلة نيثماثي ذي سماثي إذن الشيخ خليل قاضي. الشيخ خليل مرحبا بك. أهلا وسهلا. السلام عليكم والله يتقبل ان شاء الله صيام رمضان الشيخ خليل. امين اجمعين والمشاهدين الكرام ان شاء الله. ان شاء الله كمنين ان شاء الله كل عام وكم ميم ومشنين والمؤمنين كل ذي الخير ذي الهنا ان شاء الله. اسقسينكم مسا مداي بعد في سيدنا رمضان شنو راه ندوار كي قول سيدنا رمضان وراه يثمثنا وتسقسان في الحوج سيدنا رمضان ونبدا سؤال مزور الشيخ خليل ويا ذيش سقيت مثلا يقرب اللي يسرق الزكاة الفطر النص يسرقيت ذي سورداي أمك يرقد البيان وزارة الشؤون الدينية باللي أنسرق 15,000 يعني 150 دينار في كل إيش تسيل الأفراد من العائلة ويا يسرق الزكاة النص يقرق العيد قان قيم نحكى إذا بعضنا يقار إيش تسي سيف أميلت يقار سليغ باللي زكاة الفطر لازم ترق ذا الطعام الترق ذا القوت وترقش ذي سورداي سنيني ومثلا غاية سنيني باللي القضية ثيا تقديم وكل سقوس هتولد بس حنيني باللي أول العلماء ذي سليستاع وذي سرحمة ونيني باللي العباد قلنا باللي الترق ذي سورداي مش العباد قلنا لولد الصناط نغض العباد قلنا وسيند باش ادخل فن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا صح خطر أنني باللي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلا يقبل ذي الزكاة يلا يقبل العروض ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قالوا غل اليمن قاو سند السرقن الزكاة الناس وشيمان وشيمايد متى تراضم الناس خطر أروض اللباس أنفعوا للصحابة في المدينة لأنهم أحوجوا إليه وإيسروا عليكم وولياه النفغر ابن عباس غير عبد الله بن عمر غير عبد الله بن عباس غير عر من الصحابة وعر من التابعين من القرآن قلان من الراسخين في العلم قلان بالنان باللي زكاة الفطر التنجم الترق ذي سورداي وولايا ذوال أبو حنيفة النعمان وذي القول غير الشافعية وذي القول غير المالكية وذي القول غير الحنابلة معناها ولي ذوال ذا مشهور ومعروف وهلاش القاعدة مهمة جدا الشيخ خليل ذي الدين أنها أنه ذي الخلاف ذي المسائل الفقهية ذي يحكم الحاكم هذا يبطل خلافين هذا يرفع الخلاف قارن حكم الحاكم يرفع الخلاف معناه لو كان الحاكم ديني نتشد خير رأس قولنا يا كل أولية ديننا ذي يحبس الخلاف جار الأم والواقع ذي تزار ومش غير ذي تزار قعر من الدول لكن الدول قال لنا قبل القارن بلي لازم ترق ذا الروز وترق ذا ذير ذان وترق طيب زين وكذا بطل في الهدر صح وانا تنجم اتسرقيمت في سورداي انني باللي العقل ذا المنطق ذا المقصد الشرع لانه الشرع متغنينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في زكاة الفطر فظن على انها تجبر النقص قال لنا في رمضان وترفع العمل غير سيدي ربي ينغ النبي صلى الله عليه وسلم باللي زكاة الفطرة هي غرس الهدف غرس الغايث الغايث الناس انتث أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم نعم يعني يفقرني مسكين قلنا أنت مدني فسننسن يوذان وطلب ذي الصدق قوسا وسا أنت جامش هذا مدن يفسننسن ونين يا شيخ خليل وقلن أسوين دلعبا ذي يرذن
وساويند وساويند مثل الروز اللي غا ساويند همزين اللي غا ساويند سميث مثلا وذي اللي غرس أقنطار مثلا ونتا يخسى ذي صغي من ميس الحاشت ونتا يخسى ذي روغر تحانوت ذي صغى الحاشت يوخمنس أيهما أنفع للفقير أيهما متى الحاشت قلنا أنها صلحاس كثر صح. أنا نبلي صور داي صلحي ناس كثر ونتا ذي نجمة ذي روح سي صور داينين هذه نجمة ذي صغى الحاشت ثروانس ذي العيدة الفرح نيس هذه نجمة ذي صغى السلعة ثميخس هذه صغى الثلاثة ونشي نزرع الشيخ خليل تجارب قلنا وقعنت قي عر من البلدان وقي عر من المكان ماني العباد قلنا نروح وين سلفت وثايا الطعام وين دي العباد وناس عند عر من الروز كد سينيف ومن بعد يقول لها العبدين نقول لهم شنو ناس الروز عرم يتاوي في الزنوزيف اثياوي هي الزنز غير باب امتحانات ولكن هي الزنز اقل سوم اقل سوم هذا شك مثلا نقصد توجد زكاه الفطر 15000 ومن بعد استاوي ذي ثيد مثلا ندير ذا ناخذ السميد هذا في روحه هي الزنز 10000 8000 7000 معناها في خسر ذي القضيه تسمى تسمى ودي ويش ودي ويش زكاه الفطر قال لهم يوشا سيد سيدي ربي ويقل مغف خطر انت ذا محتاج نصور دينين محتاج ندور وينين قلنا انا ثياوي ذي العداية ما لا سنيني ومثلا غاية اتقلق منك لك الدقي ونشنين ذي الجزائر ذي الجمعة كان خليل باللي نسبة عالية جدا كبيرة جدا نسبة مطلقة سي العباد سرقن زكاة الفطر السن سرقن في صور داي مديني تي الجوامع والجوامع جملا وحسبنا الفقراء وشي ناس نشي قال لك في باس رب العالمين والعباد كل عاشن ذي مثانيين ما يلزمش ان نحكم العباد هنا نتاع بقي المسائل قال رب العالمين وش هذيس اللي يستاه ربي يوسع ذيس وش كتضيق فماك ومن بعد تروح تشوش في اللاس وستين زكاة الفطر نك وتصلحش هذه جرأة كبيرة جرأة هذه جرأة كبيرة في الفتوى يعني اش كسنا خير سيدنا عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر ذ معاذ بن جبل ذ كبار الفقهاء العلماء الأم مثل عبد حلاذ إذا الدين قي ذي سرس قيس قمنس وذا ذي وثلاي ذي وثلاي قيس سل أدب ذي الاحترام العلماء وذي احترم الآراء وذان معليش شقيه نفسي ذنك خصد تاويذ الراي أربا دي سهل أو الراي قال لنا خصي ذيث بس هتعب شو ذن أنت ويش غروب ريد قال لنا ندي السرقاي ومن بعد دول تنك التيني باللي زكاة الفطر حتى القيمة النس وسرقيمة ذي صور داي وش كتزد التيني ذا راح مش هامة هو من يلا حكم الحاكم قال لنا تقام الجمعة بإذنه صح يا أخي نتظل الجمعة سل إذن الحاكم الحاكم إنك سرقيت 150 دينار أما سنين ومثلا غاية أتقلق شمان كشك سرق الزكاة أنك على الوجه المشروع الذي خرج به أكثر المسلمين في العالم الإسلامي أجمع خاصة في العصر هذا زكاتهم به ضخان شنتو ثلاثة ذي العصرية هم ترك الزكاة متى تنجم لتني ذا الشيخ خليل نغاكوش سؤال ثاني ولا الحالة تبدل الشيخ يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ولا الحالة تبدل يعني زيك ترى الحالة لا بسيطة يعني غير صحيح. معقدة صحيح ترى تعقد الحياة بنادم نعم ترى بنادم تصل شغل وغال انت الضروريات صح يعني الكمالية تنزيك ايوة وغال انت الضروريات ترى صح اي نعم زيك ترى الغاشية شنا في القوث المشهور في البلد يعني اذا في الشرقة كيف تسنى الروز استوي ذا الروز معليش ينتفع به اي ذا كيد غورنا كوني تشنير ذن تشن تمزين تشن كذا أزدوي ذا الروز أزدوي ذا الإيردن تمزين ينتفع به يعني هاتي سخدم ما تيج ولكن ثورة بندم يحواج الحوالي والرويس يحواج الدواء يحواج الترانسبور يحواج تصل شغالي قلان ذا الزيادة تكتورة ولكن غالت ضرورية في الحياة المعاصرة صافي ذا القيمة قدري منك يقنو سفن العصرة كنا يعني ما إلا ثلازيك القيمة ثنوسف الوقت الني ثورة ثنوسف أنا القيمة يكي إيه. وذي العلماء يمقرنك في ثانس واشتكي كد زوار بارك الله فيك
اتصل يعني الصحابه هم قرانا. نعم. عمر بن الخطاب وما ادراك وزير وزير النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام كبر التابعين مع عمر بن عبد العزيز. في ثانس واشتكي يعني زمان الصفات القيمه ونكون هذه القواعد ان الاصوليه الامور بمقاصدها. يعني المقصد قرانا كسي الزكاه كاين الفطر اغناء الناس عن السؤال يعني الطلب نرى مدن ذو سلاي ذا سلاي يخدم ربي الفرح يخدم يعني الى قد ديفان الفرحه فولا وانا ديفان فوزما وانا ديفان ديال اللبسه ديفان ذي ثيك لي ذو مسامح صافي وتشي لي وانا طلبنا ذي سخسر كل الفرح بارك الله فيك. ولو كان غير الشيخ خليل وقال لي قرص وولايا مثلا يطرح هاي السرا قال هاش قال لي نجمه تستعمل باب المسدين بعد مثلا يكون ذي ويا بربوشت. نعم نعم. تصلح بصح انت سي ويرن. سي ويرن غير غني غاسويه مزين. ما انت ذي قيس انت ارذن نغت مزين انت ويه انت يرحى ومن بعد ذي هذيك ما تصلحش. هذا الناس غير السؤال الثاني الشيخ خليل وسؤال ايام دا يبعث في سؤال مزوارو. ويا يقار نتم مدايوال في تزوم والسان شوال ست ايام شوال. يقار هل تم حتمين في الزوم غياما والسنيان شوال نغموش ذي محتم الزوم والسن شوال. والحاجة الثانية ما يزوم ايام العباد ايام الايام والسنيان شوال هني زوم زدفر من بعض اصلا متتابعين نغون زومش متتابعين وقلا نمضى يزوم في لاس الاثم ما نقولش في لاس الاثم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يعني السؤال كاين تشغل كل شكواس تشغل السؤال كاين كل سكواس اي غير لا نوكاد تورا وكذا يعني مشارك المستوى مساكيث وكان ذي الفقه كاين هذه غير ست ايام اكيد الفرض. ايوا وتصح لا نكره قمغار لا نكره التمغارين مو يوزم ست ايام ما كان ينقص رمضاني يتبنى الزمن يزوم يتبنى ما كان يوزم رمضان واكيد الخطا وكاين خطا فاش تكي الامام مالك كاره صيام ست ايام شوالاكي مباشره بعد العيد. يعني هذيك وكان لا تكون مصير ست ايام كي صافا ما كنتش كان هكذا رمضان ما كان رمضان 36 يوم ماشي 30 يوم. تسمى حتى في هذه فضل راس العيد ومن بعد هذه فضل راس العيد هذه كوس هذه بدا انت كاين قرا العيد على الاقل ثلاث ايام مثلا الدوله تقول لك تفكى ثلاث ايام من الاجازه تقول لك نعم ثلاث ايام وخدمنا راه خدام صح شو المعنى ثلاث ايام بمعنى سلاي اذا ثاني فان ولكن هما يندرنوا من بعد العيد تصوضين في قاون المغافره غادا السنه تروح امشي دوضين في قين انت ذي تشيني تتفرج تتضرع اكيد صح ولكن ليس من الادب يعني ماشي من الادب هذا سيون سخاميك ذي نبقيك هذي شاف طبليك شيني وتتضرع هذيك الشيء اذا مزوار وغاتكون مصيد الماكله صح صافي ثلاث ايام كيف كاتنا ربي لك ذا نجيو ذي روح غروذان وسرسن القهوه وسنين راح نشزومك ثاني ذا المشكل ثاني الى قارك الى تلاقاش لا نكرا لا نكرا يعني عند تمية ما نرى الغاشي ما يلوث تشي دارك شنو تشارين فيكي. نعم. هذه هي كواد اللي كراس تخدم ضد الماكلة هكذا. لا نكا وكذا يسال الوسواس كاين بمعنى انه الانسان يطمئن غيره. صح. يا خويا تشرى كيدس يفكيك ربي الفسحة. مازال 27 يوم يشوال. ايوا. وزوم ست ايام ما كاين كامل مشاوى وزوم يثنديس. ست ايام اكيد يعني ما كانت مستحبة. ايوا ماشي السنه المؤكده ديس لاجر الشيخ ديس لاجر وانت نيوزم ديس لاجر ايوا يعني النبي عليه الصلاه والسلام من اسم صام رمضان واتبعه بستين من شوال فكانما صام الدهر كله شو المعنى شواكي المعنى يقول الحديث وايض روايه الامام احمد وكذا رواه مسلم وكي ايوا ذي روايه الامام احمد مسند الامام احمد إلا الحديث شرح دواكي نيك الحسنة بعشر أمثالها. أيوة. والشهر بعشرة أشهر. يعني أيوة. شهر رمضان بعشرة أشهر. أبقى من شهرين. أبقى من شهرين. وستة أيام من شوال. يعني هي تمام السنة. هي تمام وستة أيام من شوال هي تمام تمام السنة. شو المعنى تمام السنة؟ يعني ما إلا توزم شهر من رمضان. ذي الاجر سيض اما كان توزم 10 شهور. السكواسي ساعه 12 شهر صافي خص شهرين.
ستيمني شوال في عشرة هذا هو ستين يوم غير لغة 30 يوم ذي عشرة 30 يوم ذي عشرة أكتوش 300 أكن يعني. وغرك ستة قي عشرة أكتوش 60 ستين انت ذا 360 يوم ما نثلي في السنة القمرية أكن السنة القمرية 360 يوم أكن يعني. معناها ما وقل نزوم يور رمضان ويرنا ستة شوال أتنش يزوم أسقوس يجمل أسنا ما كان يزوم أسقوس وقل نزوم أسقوس هذا العام زدفر هذا العام قل ناديس أتنش يزوم العمر سكل بارك الله فيك تسمى الأجر يلا الأجر يلا أما كان توزم شهرين أيوة ستين ما كان شوال وانا ثني يزوم أنا ما كان يزوم شهرين ولكن ستين شوال كذا أنا ماشي ذي الفرض لأنه كذا غير أنتو لا مساكي ذي الفرض وقبل أدنك شما الحصة يقاث سمو خلطة الشيخ يعني ثلاي وتسقسي أنا غداك صح أما كان تشاك ماذا الفرض ما مسجد الفرض لو تمثل صح لا تسقسي أنا غير إيه. بمعنى أنه ماشي هذا ماشي أولى الطبقة المثقفة وكذا يغر أنا النظر يعني غير الشريعة سقسين دفتكي غير ذي الفرض إيه. أي غير غشي كتوزامن أما كان ثوري لكاد دمضات شدي لي متاكين أما كان تشيد رمضان هذا الخطأ وكي لا قرارات يعني السيماكي وين يستوفان يسال وقت يزمر هذه ثلاث نيوزان ولكن يوين داخل دم مثلا يستوفار أنا كذا وشاله شو لان فلس ولاش الإثم فلس وليش فلس الإثم ولكن ما يوزان مثل يسال أجر أما مسألة التتابع قصد الشيخ يعني يسكث نيوزان كا مستبان توزم الصيام يعني تحب صدرك على سن اي نغ توزم مثلا الناس ساكين تشد سازكا سلازكا توزم هذا كان كني يعني تفرق ذيك الشهر كي شو لان يوزم الناس الاثنين ذي الخميس الاثنين ذي الخميس بارك الله فيك هي العلماء نقول ان احسن صيام ذو كي توزم من الاثنين للخميس اي نغ الايام البيض الايام البيض 13 14 15 شهر نشوى يعني ذي يوزم الاثنين للخميس الاثنين الخميس أيام مباركة يعني الاثنين كل الخميس الاثنين ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل صفين الهاي ونذي يوزم النبي عليه الصلاة والسلام يتوزم الاثنين كل الخميس أكيد أيوة نكونين شفا ديمار من الناس يتوزم الاثنين كل الخميس صح الاثنين كل الخميس يتبرك بهما صفي أتجمع النية خطر إنك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما تجمع النية أتوزم الاثنين للتبرك بيوم الاثنين أكذ أتوزمض ستيما كين صبري وغورك ثلاثة ثيكة الاثنين الخميس الاثنين الخميس الاثنين الخميس كفي طب أتوض الأجر صيام الاثنين ببركة الاثنين وصيام الخميس ببركة الخميس وصيام ستة أيام من شوال يعني تجمر أجرين ذاك لذلك العلماء ناك قرنك ولكن وقل لي خصاني نظام زدفر من بعضها وين أبغى نثني جماعة أنا ثني جماعة ما ليش ما كانش شو كان هذا يخدم يونا فصيل يا رسنا كذا العيد يعني ما تشذيك فو كان لا إذا زكينا تزام العيد ذا الحرام لعب ذا هيزام لا إذا ثاني فند الحرام تزام بس لا إذا سيم العيد ذا الحرام ذا الحرام وين عيد الأضحى عيد الفطر سينا كين الأيام ذا الحرام تزام ولكن الأيام دي سنم بعد إلها أنت تشاهد تفرح هذا مقل عيد الأضحى مثلا من بعد سن أيام تشريق ذي التشريق نيذا وتصوزمنا رمضان ذي التشريق يا أرض سن الفرح ذس بوشي بوكس وما كان سن كسمان في عليه الصلاة والسلام تشرق فيه يشرق فيه اللحم نعم راس معنا سن أيام تشريق ذي النذي ذي مكازي بمعنى أنه الإنسان دين يسر يعني كوني كانت تصيبنا في منا يعني وإلا ما جعلنا عليكم في الدين من حرج ولاش الحرج ذي الدينك ما توفيض الحرج الحاجة ثوار ذي الدين راجع إما نيكشيني ذيك شو دنفه ما لا تقصد ذاك صح بمعنى ستية ما كان شوال إلها يعني مناث نيوزمن خير بونث نيوزمرا أن تزمض مستبان أو مستبان راع كيف ثلاث شهر شوال كامل خدمة فصيل جارسنا كذا العيد هذا معك بارك الله فيك شيخ خلي ملا سنين ومثلا غياب اللي يزومين شوال مش ذي محتم هو قال لنا ذي زومش وليش في الاسئله كذا الحاشد وقال لنا زوم غير الصلاجر قال لنا الا قال ذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الناس غير السؤال ايش كنت يقرب بسؤالي يقار متى يتوجب علي قضاء ما فاتني في رمضان فيا ذيش سي ثماثنا
ولت مثلا قار هتشاي وسان في رمضان وقار هل لازم تزوم غميره بعد مباشره نزدف رمضان هذا قضيق اني غتنجم اتوخر خطره لان صعب لان العباد ياض مثلا الشيخ خليل حتى في ذهن ما يقرب رمضان ساعات يقرب رمضان وساعات توينين غير وسان نلمشتا وسان المشتا حتى في ذهن في قصر حتى في جون في فيفري مثلا اس 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 نام زين اس كيبح حتى يطلع واس يكمل واس اس ديني باللي شم بالخيار تنجم تقضي ميرها تنجم تاخر وسان الناس قال انا هنتقضى غير المشتا وهنتقضى ذي المشتا وهنتقضى زدفر من بعضها صن غموش زدفر من بعضها صن كيف كيف تنجم مثلا مغرس ستان وسان سبع وسان تقضى سن وسان ومن بعد الترثاح وتعاود تقضى سن وسان لغاس فيات ولا غرس انت مش محتم في اللاس هنتقضى زدفر من بعضها صن المهم تقضى العدد وسان قلان لازم لازم قلنا يعني. هادشي هندي تشين دي رمضان سالعذر وسنيني باللي القضاء ذي نجم ذي لي امير ذي شوال ام كذي نجم ذي لي مباد ذي محرم نغذي سفر انت تتخير الوقت قلنا تناسبا وتزام واللي شف الناس لك ذا الحرج معناه ما خصت هانتو خر غير وسان المشتا أتنجم أن تخرج الوسط المشتى وإنما الأعمال بنية ممكن إذا الشيخ خليل المهم أنه العبد ذي قضى وسان قلاني يا رب العالمين الناس باللي هنتقضي يتولى سيد ذي يعد نسيد ربي ويا السؤال يشتي يقرب السؤال قلنا لذا جواب فلات الشيخ خليل ويقرب السؤال قلنا لي أختي غريس نتش ويا ذيش جيت مثنا نقد ذيش سي سمثنا هقار خصت زوم وسن شوال خصت زوم وسن شوال استن نوسانيا نشوال هقار اسكو تنجم تقدم ازوم شوال في 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 في, في وسن القضاء معناها انت في لاس القضاء في لاس الدين في رمضان وخصات زوم شوال قالك هذا نجم نقدم هذا زوم شوال خطرة ذيور برك والقضاء لغة ثج غير من بعد غير الوقت سقوس يجمل غير 11 شهر تنجم تقضى ذي سن ما تفلس ذي القضاء بارك الله فيك السؤال كذا أنا يتكرر ولا السؤال كذا يتكرر كل سقوس كا سقسين وش سقسيك لكن يوني تولس مثلا دي رمضان يتشيس خمسية مسية مع شرية صحيح. ما يكفو رمضان يكين يثور الزوير هذه ستية منين شوال أيوة تسمو كذا نثفث أن ما يكفى شوال ذا نروح نستية منين خطر شوال أيوة. إيه نعم نغذي زوير ذي الدين ولو أنه إلا القول ذي العلماء يقال الشيخ خليل باللي ست أيام ماذا نجم من هذا القنسي شوال وضروح أن هذا توزع الفوس بقاس يجمل صح الله من صام رمضان واتباعه ستا ستا من شوال ودينار وقارن لان العلماء قال لان باللي ممكن هذه اللي ستا والسنة خارجة كذا شوال يعني الان نظام سقوس يجمل ايه على كل حال ولكن الارجح يعني شوال نعم خاطر يسمى فيد لانه يصيد القيد شوال الا القيد شوال أيوة. ستا من شوال يعني ذي شوال نكون نطفف لكن شوالك يعني أيوة. يعني يون مثلا يتوالس يتوالس خربو السن ما ديوض شوالك يعني ثا الدلايذ هذه زوير ثورة كوين يتوالس نو هذه زوير ذي ستية ما كاين شوال ايوا لكن كوني لا اين مون قرا كوني فقه الاولويات ايوا يعني بنادم دائما هذه زوير ذي الفرض بعد دو غرض السنة دو غرض المستحب دو غرض المباح الفرض الفرض نتا ذي القضاء الفرض اذا مزوارو القضاء ذي الفرض ايوه تشوالصط وكذا كي السيما اين تشوالصط وكذا نيد الواجب في لك انطر مشاوك زمان ثاني يرف لك وانما ذيك شاتني يرن بمعنى زوار ديكسن ميت زوار الثريضة كريديك ثريضة الدينيك ذي الناس وزم السيما كين شوال السيما كين شوال وكذا كي المستحب وكذا كي ما توزم طني الهام وتوزم ضرب شاد شولان في لك ولكن اين تشوالصط لاخذ ست زوار زوار ديس ميت كفيد وكذا نيت كمل الستيام ما كاين شوال
ولو سؤال يعني رنو انت ذاك ذوك يعني ما تسمح لي قال الحديث فدين الله احق بالقضاء. بالقضاء بارك الله فيك. فدين أيوة. الله احق بالقضاء. ايوه لانه يا ضحيني مثلا يتوالس مثلا ست ايام اخيني لو كان هذو زعما ست ايام ما كاين شوال وذنوي غير القضاء نينو الدين نينو. أيوة. الا سؤال كذا انا كاين هذو زعما الدين وثنوي غير ست ايام ما كاين شوال وكاسنيني لا وكاسنيني الشرع يسمثني ست ايام من شوال وحد سنينيك من صام رمضان واتبعه صافي رمضان هذا اللي كامل صافي الحديث كاين العلماء فهمن سيس بمعنى رمضان تزمت بالتمام من صام رمضان واتبعه يعني واتبع غير رمضان بستين من شوال بمعنى الزمر راك تزمت شويه سي رمضان تنوط شوال وتجمع زمرات تجمع النيه كي ندي الفتوى تايض ما الى تتوالص مثلا يا دا يا دار يعني تتوالص رمضان وش قساد ايوا رمضان تاع العام اللي فات وين انا معليش وين الزمرات تجمع النيه كي راسم تتوالص دي الكفاره يعني تقول له طحن تضنا كذا الكفاره تا كي تواسنك زمرت جمار النية كي غير ست ايام من شوال كي الكفارة ناك صيام رمضان السابق نعم بارك الله فيك الشيخ خليل يعطيك الصحة ملا سنيني ومثل غاية اي ومثل غاية تزوم وسان القضاء نس ما هنجم بعد التانية تزوم ستان وسان شوال اتزوم ما مده زوم نجم تزوم ستان وسان وشوال ما عليها حتى بس ان شاء الله رب ذي قبل ان شاء الله آمين. بارك الله فيك الشيخ خليل فيكم بارك الله ان شاء الله حيث انه يتم انني ثماثنا في سماثنا قلنا نتبع عندنا غنمشي نتسنى ذي الاسئله لكم مغناس عند في ذي الموقع عن القناه الرابعه عن الامازيغيه كم تجغ ذي الهنا ذي الخير ذي العافيه رب ذي قبل فلان غضف لكم ان شاء الله ونملقى ان شاء الله المرثى دي قورن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.